مشاهدينا، نفتح مع حضراتكم نافذة من العريش مع مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم، ونتعرف منك على اليوم الثالث والأخير، طبيعة سير العملية الانتخابية في هذا اليوم، والصورة وراءك يعني شاهدة وخير دليل على حشود من المواطنين أمام لجان الاقتراع، لكن التفاصيل بالتأكيد معك، تفضل. تحياتي لك نهى، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما بالفعل دائما محافظة شمال سيناء وتحديدا أهالي محافظة شمال سيناء يضربون الأمثال بالتضحيات والإصرار دائما على الحق، إما الحق في الأرض أو حتى الحق في محاربة الإرهاب وعودة الأرض أو حتى الحق في التصويت الانتخابي، دائما ما كانت لهم بصمتهم الخاصة. لذلك فعلا منذ صباح اليوم الثالث فتحت اللجان أبوابها من 9 صباحا ومستمرة حتى 9 مساء، وحسب يعني لقائنا مع المستشارين الخاصين باللجان تحدثنا معهم انهم قالوا حتى اذا استمر التوافد من المواطنين بعد 9 مساء ستظل هذه الابواب مفتوحه للمواطنين، ولكن الكتله التصويتيه بشكل عام لمحافظه شمال سيناء تقاربت على 300,000، لذلك من المتوقع يعني ان يستمر هذا يعني التوافد من المواطنين بشكل عام حتى مساء اليوم في مختلف المراكز المصرح بها للاقتراع للمواطنين. ربما يعني اختلفت الفئات التي شاركت في هذه الصورة الانتخابية، نتحدث عن سيدات، نتحدث عن رجال، عن فئة بعض الشباب الذين شاركوا داخل هذه يعني هذا الاستحقاق الانتخابي في المرة الأولى بعد القضاء على الإرهاب، نتحدث عن استمرار توافد على مختلف اللجان سواء كان في العريش او الشيخ زويد او رفح او غيرها من اللجان المحدده للاقتراع. ربما ايضا من اللجان المهمه هي لجان المغتربين، هناك 6 لجان للمغتربين مقسمه على 6 مراكز، يعني هذه اللجان بالفعل عليها اقبال ايضا. انا كنت من الناخبين الذين شاركوا في هذه اللجان المغتربين، حيث انا يعني اقطن في الاساس في الجيزه، ولكن ها انا الان من اجل التغطيه الاعلاميه متواجد في العريش، لذلك قمت بالادلاء بصوتي داخل احدى هذه اللجان الخاصه بالمغتربين، لا تختلف كثيرا عن اللجان الاخرى للقاطنين في المكان من حيث التجهيزات والاستعدادات، القوات الامنيه المتواجده، ايضا سيارات الاسعاف، وايضا التيسيرات من المتطوعين الذين يسهلون على الناخبين الذهاب مباشره الى اللجنه الخاصه بهم لاختيار احد المرشحين، حيث ان القضيه بالنسبه لاهالي شمال سيناء هي قضيه وطنيه في الاساس، قضيه قوميه في الاساس، قضيه حفاظ على الارض، يختار المرشح القادم حسب تعبيراتهم من يحافظ على هذه الأرض، من يحافظ على الأمان، من يحافظ أيضا ويستكمل مسيرة التنمية المستدامة لمختلف القطاعات في محافظة شمال سيناء. نعم كريم بيبرس، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل من العريش. وكما ذكرت محافظة شمال سيناء يعني محافظة لها خصوصية في الحقيقة مشاهدينا في نسب المشاركة، وكذلك أيضا في الإقبال وفي احتفال المواطنين هناك بهذا العرس الديمقراطي.